خلينا نبتدي الاول بالتمر الهندي. ناس كتيره جدا بتشتري التمر الهندي اللي بيبقى عامل كده زي ما احنا شايفين، ومش بتبقى عارفه يعني نعمل فيه ايه ولا نعمل بيه ايه. ولا انا بعمل بيه حاجات كتيره الحقيقه، ويعني وهو عصير بيبقى جميل قوي، فانا بدخله كمان في الطبخ وحلو قوي. خلونا نعمله النهارده عصير، وهوريكم استخدامات ليه كتيره جدا في رمضان ان شاء الله بالتمر الهندي. اهم ما في الموضوع ان هو يتغلي او يتنقع، بس بالنسبه لي هنا بقى عكس الكركديه، الغلي احسن واسرع واسهل مليون مره. فهنعمل كده في حله، عشان لو اتنقع هياخد وقت طويل قوي قوي قوي. نحط عليه ميه، نحط ميه دافيه او ميه سخنه من الكاتل يعني، عشان برضو تنجزي في الوقت على قد ما تقدر، واي كميه ميه مش مهم، كله في الاخر هنستخدمه، المهم ان هو يتغطى بالميه خالص. هحطه على النار وهوريكوا حالا هو هيبقى عامل ازاي بعد ما يتغلي كويس. اهو ده شكل التمر الهندي بعد الغلي. بصوا ده الشكل. تمام تمام. بنجيب مصفى لطيفه جدا، و كنت محتاجه بولات، محدش جاب لي بوله. يلا حد يدخل لي بوله. على ما يبقى عندنا حاجه نحط فيها التمر، هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه في مقادير الصوبيا. اوكي تعالوا نقول مقادير الصوبيا عشان دي مهمه. بودره الصوبيا الجاهزه هناخد منها يعني ربع كيلو، او ناخد منها اربع خمس معالق على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. محتاجين معلقتين سكر، ثلاث معالق كبيره كريم شانتيه من الخام الباودر، ومعلقتين كبار لبن باودر، ونص كوبايه لبن، وكوب ماء بارد. اوكي ناس كتيره جدا بتقعد تسال على انا ليه الصوبيا بتطلع معايا مش حلوه، ليه الصوبيا بتطلع معاكي مش حلوه؟ ده ممكن يبقى مش ذنبك خالص. ليه مش ذنبك؟ علشان الصوبيا الحلوه معتمده على العطار وخلطه العطار، فاحنا هنختار عطار يكون عامل خلطه مظبوطه طعمها حلو، روح جوز الهند فيها، ريحتها واضحه، ما يبقاش فيها نشا كتير، ما يبقاش فيها دقيق الرز كتير. فخلينا نحط كده الاول التمر الهندي اللي احنا خلاص غليناه، هقول لكم حالا هنعمل فيه ايه. وبالميه في المصفى، بصوا انا حطيت في المصفى اهو، وبالميه بعمل كده، برضو الكلام ده محتاج صبر وبياخد وقت. كل ما انا بصفي انا بفضل اصفي لحد امتى؟ لحد ما يبقى بذر بس خلاص، مفيش لحم خالص ولا في اي حاجه غير البذر فقط، ومش بالراحه ولا اي حاجه، براحتكم هي بس ايه تنزل كده على طول، هتلاقوه اتصفى وبقى زي الفل. يعني نحط ميه تاني. ممكن يبقى ما عنديش وقت اكمل معاكم لحد ما يبقى كده، بس هفضل احاول. عايزاه يبان خالص هو امتى بيبقى خلاص طعمه مزز وحلو قوي. الناس اللي بتحب العصاير المززه اللي مش مسكره قوي وبرده مش بيحتاج سكر كتير، بس هي عصاير رمضان للاسف بتاخد كميه سكر رهيبه، فبنفضل نعمل كده شويه محترمين محترمين لحد ما يتصفى خالص، ما يبقاش فيه اي حاجه بتنزل، خلاص بقى بذر وشويه ايه حاجات كده ملهاش لازمه. هتلاقوا برضو لازق في المصفى، لو انت بتستخدمي مصفى سلك هتلاقي لازق، بصي فيها ايه من تحت اللي هو ده، لازم ينزل كده، فتعملي كده وتنزلي. معلش اخر حبه ميه ونسكر ونحط في الشفشه. يلا كده 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 سريعا سريعا كده تمام. حاولوا انتوا تزودوا الميه لحد ما تحسوا ان هو خلاص ما فيهوش اي حاجه.
نيجي بقى للسكر. السكر طبعا على حسب احنا بنحب ايه، فهنحط كوباية سكر، كوباية ونص سكر، كوبايتين سكر. ونقلب كده وبندوق. العصاير معانا احنا بندوق علشان يبقى على حسب الرغبة. حسيتي طبعا مش بتدوقي وانتي صايمة يعني، بندوق واحنا بنعمله. عشان كده كنت بحب دايما لما يبقى عندي عزومة عصاير رمضان دي بتتعمل وانا فترة، عشان ما نتفاجئش كلنا على الفطار، وانا فترة بالليل خلاص فطرنا وكله قف في المطبخ كده ساعة ساعة ونص، خلص قصة العصاير دي كلها، علشان كمان انزل بقى من على دماغي فكرة ان انا اقعد طول النهار بعمل عصير. لا، العصاير كلها من قبلها بيوم ولا بيومين كمان في الفريزر معمولة وزي الفل، وانا ضايقاها وكله تمام، علشان الناس ما تتفاجئش على الفطار لو يقعدوا يبصوا لبعض كده. فكرت التمر الهندي وحطيته في الشفشة اهو، صوبيا اللي احنا قلنا المكونات بتاعتها. اوكي، هحط كده شوية من التلج، حبة صغيرين، نحط هنا السكر، نحط المكونات كلها في الخلاط، انسب حل. الكريم شانتيه بيدي طعم هايل، واللبن الباودر، وشوية من السوبيا كده. انا عايزة بس ازود مية. نشوف ايه الاخبار. حلوة قوي، مظبوطة وزي الفل. يلا نشيل، نحط في الشفشق. يلا بينا. حبة تلج لطاف كده يسقعوا الموضوع، وادي السوبيا.